مثال رقم 6 مثال سهل جدا وأتمنى يعني إن هو يعجبك. مثال ده بيقول تكامل 3x + 2 على جذر التربيع 1 - x² دي اكس. انا بحب اشتغل المسألة دي بطريقة معينة. اولا افصل الدنيا دي كده خالص، يعني هاتها تكامل واحدة واحدة، ما تستعجلش. 3x على جذر التربيع 1 - x² زائد، حط هنا دي اكس متنساش، زائد 2 في تكامل 1 على جذر التربيع 1 - x² دي اكس. واحدة واحدة، ادي البسط، ادي المقام، تفاضلوا بايه؟ بسالب 2x. احنا عندنا فوق كام؟ اكس بس. اضرب في سالب 2 واقسم على سالب 2. حلو كده؟ هيتبقى لك 3 بالسالب على 2 لن، ولا ايه؟ لا، 2 في الجذر التربيعي 1 - x², صح كده؟ والاتنين دي تطير مع الاتنين دي. ليه ما قلتش لن؟ لان المقام الاس بتاعه بنص، تمام؟ زائد، دي صورة مين؟ صورة الساين انفرس، يبقى 2 sin inverse of x زائد الثابت، يعني هيطلع لي في الاخر سالب 3 الجذر التربيعي 1 - x² زائد 2 sin inverse of x زائد الثابت. وكان اكزامبل سهل جدا وبسيط جدا جدا، وفكرته ان انت بس يدوب بتقسم الدنيا بتاعتك. كل الموضوع ان انت لازم تقسم الكسر ده. لو البسط طبعا هو بس اللي بيتقسم، عشان الناس فاكرة ان المقام بيتقسم. فأتمنى يعني تكون فهمت والدنيا بقت زي الفل بالنسبة لك.